فرهاد انت شو عم تعمل هون؟ اجمعي اغراضك يلا. ليك فرهاد، قصدي نايمة جوا وما بدي ارجع على البيت. ما بدي عيد، انا بالسيارة. ما سمعتني؟ قلت لك ماني راجعة على هداك البيت. اسمعي، انا مالي ذنب اللي صار امبارح، عم تفهمي؟ اثنيناتنا فهمنا هالشي وخلصنا. هذا الشي الحقيقي والصعب، صعب نتقبله، بس ما بدنا ننزع حياة البنت. انا فكرت منيح فرهاد، كتبت لك كل شي برسالة كأنه ما قريتها انت. رسالة شو؟ ما قريت ولا رسالة. ماشي بتقراها بس ترجع، هي بخزانتك. بخزانتي أنا؟ إيه؟